m'intéresse. Moi, ça fait casse-moi. زولي فما سوي فما السلام عليكم أدناني شوية يفما حسن تبارنت سيتي مغارب معني شوية يفما سوي فما معلش حسن تبارنت ويسقني لشي يفما شو كنتي وسقني لخشيشة غارة تصل بوضع يفما سيتي مغمون نعاود غانخ على دماني شوية معلش لنا مهم جدا يفما إن شاء الله يري بيش نحاش مضمرة وزيو سيبوا أنك شي نحاش تعفان توما تيمونن ايذو ديمونن عماس انت غربن جايبيني من بريدي تويا من بريدي الشاناني توما تتمون نغيري مرة ومازن اماني غمسة قال مرغورة ون أماني غيري مرغورة زن أماني غمسة قال مرغورة ون سيغة ديديني من كني وضد صار من مثب العميمي رديش وريت خمام من تزينو جاي فرالا تفوش دقات مخاخانا مين تزينو جاي فرالا مين تزينو
فيتما قبل مخان غيب ما الله ضيع لكم فيتما وجي حشا غنسان غاك من دجان ذق مين خسان غاك ثنتجان ذق مين خسان ميت حراك وذات انبر فير الليل ميت حراك وذات انبر فير الليل ميت حراك فير الليل لراولو يفريون ميت حراك فير الليل لراولو يفريون مراولو يفريون تحياتي ما تحياتي شايف ما قاين قايد ديسكو يا بالله راهي نقاي يسرو باي ياري الباري ياري داري داري حتى يوم انا ريا درارا راح تلوج ما نهدم رقوارا انا لا يديني هدم الحرية مرن الحرية مرن الحرية مرن الحرية مرن الحرية مرن الحرية مرن الحرية أيو زيف ما سويت ما سامح ما ياك ما معليش غنجر شويه تيك كثومه حسن تبارك الله يا فما غادي قابل البركه تحياتي العاليه يوزك ني وزور خاوم السلام عليكم والنوم يتعجب شنو شتنا تيكسي السرام زول غاورا ون مراني يا فما هنا دابي واغي بخشايا التصيري تضعي مني وها بان ويوخ ولكن نيغوم قد وقد قد ني ليس الطاس مهم على كل حال واسيوي خشية الطاس خمس راشتني يجن الحاجة مهمة هو انه غي يثما ذي المرحلة يثا وذي نيفو قنضخ ورقا احرخ ورا اقاذيني شن الحاجة اخت صاوح نيخ اخت صفخ وبريد ان بذاز بمزوارو ذي الوقت ثا بالضبط أي في مثلا خيك جان دي سجون العار ذي في مثلا خيك جان محاصرين ذي عريف تحذج أنا نخ إذا وإذا أوراذي جن زي نخ ما غاشي المبرر أذي نقا أحقا في نقا ثا أذا حضاوح منايا ويجيبو زي الأخلاق نطاوى مولاي محمد ولا من الأحرار منايا ذواذ الواجب غيث ما إذا يجعل النش وطاوي حشا هو خاص كيخ وضع وحق نعم يدفخ وخاص كيخ شضع وحق وبالتالي وجبو فخ وشاذ ورد اذا نشاق اذا ذي الزير بدا بلعخ شوية فيسبوك يجن ترت ايام مع بعيام اتسخ ذي شي حاجة بوركي ريض ويضس ولكن روخا اقان غذا ايف مثنخ الواجب اتراغانغ ديخ سخاني ريتي قويوية مع العلم ايف ما مع الاشارة بانني نش اجن الشخص متواضع اجن الشخص اجن الفرد ذي الجن زي الجماهير الشعبية ايدي كين زياريف وتمثيل خحد والسوير خحد سوارخ باسمي الشخصي تعباخ المواقفينو بكل تواضع وبكل صراحة نازو امش نقاخ دائما نازو النرقى زي المستوى النخ اذا نايف محمد وطفخ شازي الموضوع الموضوع قال نغد الموضوع عن الحلقة هو لا صوت يعلو على صوت الحراك الشعبي المبارك وذي نيبوش الصوت اكتا يعرى شان ووار شان حاجة النغنيت ذي الوقتا اكتا زي الحراك الشعبي المبارك ذو ذواري اكدوان زي عام ونزينها وميقمو التومة محسن فكري ذو ذواري غيقي من حتى نهارا وذي ستبدي الرذيج نحاجة لا صوت يعلو على صوت الحراك الشعبي المبارك
مني توقيع عندي عارف يا ثما شوي ثما في المغرب بصفه عامه كنزريف نتوارث المحاكمه في نزريف نزرى المسرحيه فني المهزله مني توقيع عندي نكاي ثما ثنخ اي ثما ثنخ يستغربون بكل سخريه خل اسئله للقاضي تما ممارسات مشينه يجن تصرفات غير مقبوله زي اشخاص عاديين وباحرى زي قضاه رخا كاشخاص بغض النظر انهم يمثلون هيئه المحكمه خميرة تفاديري تسواث المولاي محمد ذا الرمز المولاي محمد اكجان ذي جن الجزء زي التراث النخنشين نيريفيين ورا المغرب بصفة عامة ذي ذور محل مساءلة من طرف القاضي ذي المحكمة تما هو ذي جن الابتذال ضام قران المهم يا ايثما من خساري نيخ بعدا عاود حما تفوت التوخشه تشكا عض ايثما ثنخ سويثما ثنخ الطاسي كي يتضامنون اذا يديرا غان راذييني اذا يزوان راذييني المهم سكوشي وين عاد جاشي الملاحظه قرص المهم تحياتي التواصل اقثى يا ايثما جارانخ زكور غاور ويجمعان خارف ثا وخاص نستوي رشا الواجب نخ نشينا يا ايثما ثا اخساخت نكدير بار هو ان المرحله يا ثا وغانخ هو المبرر وذي نشاء أنني قحقا قانش يوقعي التهديد نقانش تواريخ ذي التخوين ذي التخوين المضاد ذي التشويش هذا حضار وحاخ منايا يتسمى إخساوي توقعشا بالعكس إخسا خان تحمل المسؤولية نخنشين كاملة مكوري جن زينخ هذي تحس المسؤولية بأنه مسؤول شخصيا باش هذي قيم أصفض من الحراك الشعبي الدا اصفر ونهزي ونويذو لنخ نعرف هذه قيم يدا ويخسيشا ماشي احقا لا قاقاذيني التخوين لا قاقاذيني تشويش قاد المبرر راح ضاوح لا اي ثما لا غسوي ثما روخا ذي روق تاثا اي ثما ثنخ سوي ثما ثنخ ذعرف النخ احذا جانخ زي كتازي اي وقت يعذو ثا اخسخت نقي تسمى فوق كل اعتبار ايه ثما ثنخ بالنسبة للتهديد بالنسبة ايناث نشين قرص دائما نشين ذي مجهد طاوة مولاي محمد نقى القسم إيجي ثما ثنخ نها أميد فغن ونا نثني مستعدين خذوا ما تزف زافي ذي مجهد ننخ ذي نكورشي نان بأنه مستعدين للموت للاعتقال لأن يوذا دسنن إلا المجد ذي ناث ذي الكرامة ذي العزة توين تيتس التضحيات وتجيبو سمازيخ تخوان سويني يديك سي ثومات مؤازف زافي ذي ثما نخلي عرف سكور شي رشفن نان نشين من اجل الحياة مستعدين للموت نش زي جيه فينو غاري رشفني نويا ثما هاق غاري راذ النش اثيك سي غراذ النش كرمز كتضامن زي الساقاخ تلقى عهد عليا بانني الروحينو مستعدة تشخ يعرف حمتف ازي سوخ ثموه نعرف حمد تفتم تم إخساخ أتنية مثنخ ينك قام قد تهديد نخ شين رفيهم هذا خصا وحدة الدات نشين مستعدين للموت نشين طاول نمجهدن نسن إلا الكرامة ذي الحرية ذي العدالة توين تدي مجهدن يكستعدن أذمثن وتجيبو ينك تعيان وها اذا ثغي يثما اخسخت نق غطاف حمد تفوا خاخي تزيد راه في الجن نيخ اسيني قان سيوكذيث نيخواتي سيوكذيث نشوى تيوكذ خشا الداحي خطا ذا مجاهد زقامي تجيخ اقاي غازات مرمي ما يتجاديني الخطا محمد ذكري ماق غازات وجبو طنهارا عادي غنصنتي وذان هذا خينين اقاذا الحراك نشين امش نقارن جا حراكيون منذ الازل ماني ما يتجا الدفاع خينا خل كرامة الحرية نتيري غازات بشكل طبيعي أمين جان الشين طاوة مولاي موحند إذا فينا هذا يسامح ما يثما بوركي أقطعي بقورينو أزو خطي تصفخ وتجيبو هو غدا نهار زي باراشوت التاسي وذا قادي ما يستهوي ما يستكيد ما يستقاصر نش ميس نعرف منايا ماني ما يتجا شان حاجث ذايس أعرف ذايس الدفاع خل كرامة الحرية مستعد أقدم أروحينو بكل فخر واعتزاز اي ثما ف الموضوع اكجان مهم جدا خسخ السورخ هو ان ذي الوقت هو الحراك الشعبي دعم الحراك الشعبي زاد جروبا
يوض غايجن المستوى عماس ما راه يوظيف زقامي قبذا دعم الحراك الشعبي ديالي. يعني الحراك يقوى غازاف يتسمى بشكل غير مسبوق الزغاف امروخه الى عاد انتق وقفات محتشمه غفوات من المؤسسات غباره ذا في فرانكفورت في بلجيك في مجموعه من المواقع على مستوى اوروبا الى انتق وقفات محتشمه ذا العشرات ثم المئات زاف مجموعه من الهيئات المؤسسات روخا نستوار لقاءات داخل البرلمان الاوروبي لقاءات فرق برلمانيه نستوار لقاءات تقارير المنظمه الامميه اذا ديني يجن تطور مهم يوظف دعم الحراك الشعبي يعرف واثبت يريفيا ذي المهجر بالفعل بان غاصن اجن طاقه هائله باش اذقن اجن الضغط باش اذحدثن اذقن اجن الفريق ذا جروبا لهذا اي بودا نلاحظ منايا يتم واضح نرى ما يشوش خاص حد شن طريقه او باخرى اختاريثه واضحه وتثبر تمريو في خطا وضريه ثم ثنخ يكجن دي سجون العار المخزنيه الابطال نخراها اللي ننظرا نتسرا في براثيني غاص ندي فغنس سني بان يوظف نراني ثني من ذي توقيع عند التشويش ني اذا توقيع عند جروبا تهديدات مهم في مسرايين ينسن مرة وظن في الغاية فيما نخذي سجون العار الثان خاص نخل معنوية تنسان إذا إذا جن حاجة تعفنت ينشين كتواف نخنشين ولكن نش ينك ذي السيورة خسني ذيني ذي عريف حاول خذ سنينيخ بأنه منايا ويجيبو الصورة ويجيبو تني جان الصورة كاملة بأن بالعكس بان الحراك الدعم الحراك جروبا يوضع مستويات تباحين امش نيخ انت ذفغا المؤسسات الدوليه انكوا غا انشطه تاريخيه عما ما وقع انت اذا وجبوا من يوقع عند في فيسبوك ربعه النينات من الجيش الالكتروني نيخ ربعه المناوشه تاميه الثان دخل الواقع ان الحراك الشعبي يكوا كيج مبرد صبحات وذي ما نايا مهم شغارية الطاس نينات بقوة يثما سوي ثما ذيني مجموعة من النقاط المهمة ذي البرامج جان روخا نسنيثنت مبرا البرامج جان دي الأفق غاري ذا ليستا طام قرانت من الأنشطة غيدي قوان إذا وما ما رأيتش يجن الدليل ضم قران بأن دعم الحراك ساس جروبا يوض غايج المستوى ذا صبحان أزوخ السورخ خ الحدث مقراني ديغوان من طبيعة الحال الحدث مقراني ديغوان عام 28 فبراير إذ وميخ في السوار نشكرشي يوذان في فيسبوك ورا ذي نثن تستعد سروخ أسابيع هذي يرين تراجع هذي يرين ذي جنها ذا مقران ذي الحراك الشعبي ذي دعم الحراك الشعبي ذا جروبا وفعلا هذي يري يمني هذي نيري عزي حماد هذي نيري وتشمث نخ هدى السكاكي هذي نيري ويجن فرد العائلة نثومة نخ جمال حدو مهم هذي رين مجموعة من يوذان إغاي السيوران يتغيوين رسالة مباشرة زي مكان الحدث أثي ذوين زي عريف أثي ذوين زي السجون على السيوضن تبراثين مباشرة زغاية مثنخ زي سجون العار المخزانية أخن تيد السيوضن نشين وماشي نشين وها نهني أصلا روخ نشين المفروض نسنيفنت هذا سن أن تصيوضن المؤسسات الدولية الفرق البرلمانية الإيوذاني جندر باراني والسن نشام ما مش تمساغ عن غذيني باش أنفضح المخزن أن تصيوض من المنكاري لين خيتك مهمة قاديني نهار 28 يثما ذيني الحدث ني وني مهم جدا باش يثما في نخال السنان قاديني نشاط يوم حراكي ريفي بشكل مميز ديالي تاريخي اليوم يبتدي زي الصباح زيك غا 9 الصباح حتى 6 ونص وهذا أنشطة داخل البرلمان ذايس مجموعة من الأحداث ذايس لقاءات هامشية على هامش الندوة غيك جان معروفة غا الجميع أقاذيني أنشطة لقاءات يوذن نعرف ثوى نعرف كسين رهم نعرف الصيوضن ثابرات من الحراك الشعبي الملف الحراك الشعبي نشين سنايف ماذا ذي دول القانون والمؤسسات في مسرايين يخسر تيرينت دائما موثقة تيرينت
سي جون طريقه غاس سي على تما خ طريقه مخفي اختصاصي ذات جروبا نخدي دول المؤسسات والقانون مرات عذر التوريقين عذر الدواسه نش مليح واخا اتابع حد واخا مرات عذر الدواسه وعذر الوريقين وعذر الاناث واخا غاك الحق تخسر بوركي واد عذير ذبو الشريين كنيشان واد تقدم ذبو نيشان غا القاضي ني غا المحكمة سوني نشي نقاقا نتحتاجا غايف ماثناخ يكجان غا سند المقدورات يكجان غا سند السنن تفهم نقير القانون الدولي تفهم نقير القانون ذي 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 مسرائيين باش هاد الصيغون في براثي النخ سجن طريقة تباح المهم المنايا نشيني نتراجا زين عامين 28 انا بدات لقاءات زي الصباح لقاءات الفرق البرلمانيه من مجموعه من الدول زغروبا جان ممثلين ديال البرلمان الاوروبي السناتيري ندوة من تنظيم البرلمانيه مشكوره زي زكيناث زي هولندا زي الفريق الاشتراكيين سوسيال ديموكرات الاشتراكيين الديمقراطيين الفريق غيك جان ديال الاتحاد البرلمان الاوروبي ذي القوه الثالثه ومرة منايا يترح ذي الاتجاه أننا أن مرة ثابرتنا زون الصيود هو أن المخزن نخ الدولة المخزنية المصادقة على مجموعة من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية بأنها احترام حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق مجموعة العهد الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي حقوق الإنسان ومجموعة من المعاهدات الأخرى المغرب يدعي بأنه يصادق جميع المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان ذي الإطار هو يقع فتح المخزن بأن ذلك مجرد ديكور وفي الواقع ما زالت ممارسة قروستوية عاد قانخ سنوات الجمر والرصاص مستمرة عاد ويوقع لا مصالحة لا عدالة عاد قذني مداهمات يومية أحكام خيالية سجن أطفال شيوخ طبخ محاضر محاكمة هزلية لا تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة ومع ذلك مستمرة وكأن يتم بنادم يقفر ويتوري محاكمة ظها مجرد تفريغ تسأل بنادم خدع بأن التليفون بأنك تتعامل مع البوليزاريو غريب جدا يعني ذي القرون الوسطى حدث كانوا يحاكمون الديكة حدث وحكموا ديكا حدث وحكموا مجانين بدعوى انهم ركبتهم ركبهم الشيطان نخ شن حاج تميت ملعونون رخام انايا تقنثي ذي وذانا ذي القرون ذي 2011 تقن ممارسات نورمال غير مقبوله عقليا ولا قانونيا ولا انسانيا على كل حال هذا يجن يوم تاريخي هذا يسحضرنا مشنا نايف مثناخ مجموعة من الممثلين سواء انساز جروبا ولا غدا سنزل المغرب باش انصيو التبرات تظها باش وتغليت شاي وذا من تبرات من تبرات ثبرات تظها وذي نيبو ثبرات غي عذن راس ودي الطبرة وراس ضارع الطبرة ثبرات نخطبها مبرما اي انوايا نخبنا ذم ذي نيجن تبرات ذي ني معتقلون أقن ذي سجون العار المخزنية يخضعون خضعوا يتسمى لجميع أنواع التعذيب اخترقت في حقهم جميع القوانين الدولية غاصن ملف مطلبي إرة نظر خاص وميرة جندي الشارع نشين كداعمين نتفغى كيسن لمنا إذن ثو أبريدي إيضها من نازو إيضها وذين بوحد ذي يارسة ورأدي هو السيها مسائل واضحة بدا ما ربنا مسن من غير قوى السنة بريد الناس وستوقع به الغلط وخيوز شي جنة في جبدة مياني غامية قرسة تحقنش سنة ما يقوى إذن شي نبريد الناس سنيف بالإضافة إلى الأنشطة غيرين ذيني ذي الاتحاد ذي مقر البرلمان الأوروبي غاد آخر أذيني رين من طبيعة الحال أنشطة أذيني ري شكل جماهيري غبارة أذيري شكل جماهيري يوم أن بروكسيل تتحول إلى عاصمة للحراك الشعبي في الريف وتحت عنوان لا صوت يعلو على صوت الحراك الشعبي يعني نهار 28 فبراير أذيري البرلمان الأوروبي من الداخل والجماهير الشعبية الريفية وجماهير الشعب من الأحرار من كل مكان
ذا الصوت ان الجماهير الشعبيه اغان غذي عريف وذيني بو التناقض اذيري رساله متكامله ما بين ثبرات نيف مثنخ ذي داخل البرلمان تبرات إغاية سينة الجماهير الشعبية غبارة سواء ذي المسيرة أو الوقفة أنه يوم ريفي يوم واحد يجمع ذي نخكورشي وذيني وني غايف خل إجمع أخنط نهاني كورشي ذينا وذيني بقى قا ذا نخقذين نشين نازوث ظنها ضمقران من الحراك الشعبي الريفي لا صوت يعلو على صوت الحراك الشعبي أم ينازو تتبرت غادي وعزي حمد وجبو ثبرت نعزي حمد وها ثبرت الحراك الشعبي ثبرت نيف ما نخذي سجون العار المخزنية أتي دي سيود غال برلمان الأوروبي نشين شرف النخ هو أن دعم ثبرته لا أقل ولا أكثر من يين عزو غادي يريد ينهارني بالإضافة يثما إلى نهار نهارني 28 حمت فوخا خي دير شنونيت أقاذيني أنشطة داخل البرلمان نفسها من تنظيم لجان من تضاء من فعالية حراكية ذين على الهامش نيناث ولكن ثنا خاز السورخ ذي الفقرة النظن خميغات في السوارخ أنشطة لجان على كل حال أواري الحدث 28 يثما قذين حدث لا يقل أهمية ودائما داخل البرلمان الأوروبي ولكن هذه المرة ذي ستراسبورغ ذي ستراسبورغ غنغذين حدث حراكي مهم في نفس الحجم الحدث هو ذين لقاء ذين استضافة في مجموعة من عائلة المعتقلين زياريف أحضان عاود البرلمان الأوروبي أتستضيف مجموعة من الفرق البرلمانية من مختلف الفرق البرلمانية أذيرين لقاءات إيج الجماهير الشعبية أذينير إن شاء الله أيضا وقفة وتم شبه إعلان غير رسمي ولكن إعلان شبه رسمي بأنه نهار 14 ذي مارس غانغذيني يوم حراكي كبير جدا يوازي نهار إغانغي إنتراجان هان 28 أنا شتويني إغيري رذنتا غاخير الوقفة جماهيرية غاخير ندوة استقبال عزي حمد مجموعة من العائلة المعتقلين إن شاء الله يا رب العالمين راد خاتشي زوليخة يما ثنخ ما رايض نخ يما سنخاتش نثاو ما تبو نصا مجموعة من الشخصيات النغني تزياريف مهم البرنامج المفصل عدد ياس ولكن الأكيد أنه أقاذيني يوم حراكي مبارك عاوذ بعد اللقاء 28 فبراير غانخ لقاء مبارك نهار 14 مارس في ستراسبورغ والنشاطة في الدخاس لا فيديراسيون الفيدرالية اللي جان دعم الحراك الشعبي في فرنسا من طبيعة الحال بالتنسيق يقل لجنا يقل جان دي ستراسبورغ يقل جان سيخ في النساق تقي التنسيق يقل فرانكفورت دوسلدورف ثم بالتنسيق يقل المجموعة المنبثقة على فرانكفورت على اللقاء فرانكفورت إذا باختصار ذايس جميع الفعاليات الحراكية يجن في الساحة الأوروبية ولهذا نسيتي معاود رذواغ أثنسيف ذي المفكرة النغاية فيما وذيري رذ انت ذي يوم عمل أثنسيف ذي المفكرة النخ باش ذيري يوم مشهود وأكيد يا إثما أمش نقى دائما أكيد منايا أغسير النتائج منايا مهم جدا منايا مهم جدا سواء من الناحية الرسمية قاعكم زعما من ناحية الأنشطة إيجان داخل البرلمان إيجتواصل المؤسسات المنظمات الأحزاب ولا الدعم الجماهيري الشعبي زبارة سنين ينا نقرص وأفري وغيت عاونوا مرة غانغ أنشطة داخل البرلمان وفي نفس الوقت غانغ زخم جماهيري شعبي يدعم الدقان تمسرايين يتريد نجن التكامل وذمانايا يكتشن المصداقية إن ظلتنا الجماهير الشعبية خدني يحق لنا أنسيور قنقى حراك شعبي حراك شعبي ذايس الشعب ولكن لا يستثني الطلائع النسيك جان أزونتيد المنافذ باش هذا فنتخ دقان المؤسسات يكتحذج انا من عمل منظم
وجبوا عمل عشوائي. ولهذا يا إثمان الرسالة دائما دائما في إطار روحنا اللقاء في فرانكفورت، الوحدة والتضامن، في إطار ما يدعو إليه ميثاق الشرف إذني، ما يدعو إليه برنامج العمل، دائما الدعوة مفتوحة بأن أقاذيني أرضية توجد وخسنت الدلشة توجد أخسن مون، وبالتالي لا مبرر لأي نشاز. فبالنسبة أي ثم الحدثين الأهمين المهمين جن هان 28 فبراير دي بروكسل، ثم وني إدغياسن من بعد نهان 14 مارس 2018 كذلك. ومن طبيعة الحال قذيني أنشطة متنوعة عذروخة البرنامج ذايس البرنامج يتم دائما يمتلئ بلقاءات أمشتو منيخ ذيني عمل حقيقي غير مسبوق، وبالتالي لا مجال تثابرة تغي خسغة توضي في مثنخ أي في مثنخ السوي في مثنخ إذا هذي غزان زعريف تيمس رأينا خسغة تسجلم لنا وجبو تشويش نيك توقع عند ذي الفيسبوك ذو نيك جند العمل، وإنما أقذني العمل الحقيقي يتوقع ذي القنوات النغنيت بعيد عن التشويش المقصود إنسن ذي أي حراك اجتماعي شعبي روخا روخا نشين زقامي ديب ذي الحراك الشعبي مرمي لان هنا مرمي زقامي ديب ذا زقامي قموث محسن فكري الله رحمه نهان نيث ذو الشنس يفغض بونا صاث فاث ذو الشنس بذا تخدني تشويشات خدني دفنت ولم تتوقف لم تتوقف إلا خمي كتير يميا الزخم الجماهيري يتيري الأحداث الملاحم من رنزار إرى تغطان تخاس شوي روخا ذي روق تثاء نقارس نيا يثمثنخ حان الوقت أدنى المنيني لأن المسؤولية يوني كشي القسم يخسفي ذي فكة وني را يتقصان وها يخسفي السن إلا را يتقصى وها أريا تحت ترانكر نرى ما يعزى. إذن المرحلة تستدعي ذلك نشين إخسخاني غازة أند عدائي من غال وحدة التضامن والشغري قوات ونغم منايا بالنسبة للحدثين المهمين أسويف ما ذي إثما ذيني مجموعة من الأنشطة عاوذ تقنثنت الليجان الليجان جن على المستوى رخمارة من هذه الإطار أزوجات سبين غيّف مثل خسويف مثل خيني جن داريف ورديني جن ذات بعدنا نخ بأن أقذني حراك شعبي داعم أقذني أنشطة مهمة وراقية جدا الطب عماس ما نوض غاس. إذن حمتف نركز في مسرائين في مسرائين جن إيجابية أنه تحققت فعلا يومي إثنى على مستوى الليجان في أوروبا غانا مثلا وغايشيس الترتيب هذا يسمح المجموعة يعني يثمثنخ ولكن شحاول مجموعة غانا مثلا يثمثنخ ذي لجنة مدريد لدعم الحراك الشعبي غاس النشاط نها 1 مارس هذا يسيرين لقاء مجموعة بوديموس ذي البرلمان السورين الحراك القضية الحراك الريفي هذا سيولين مجموعة من السياسيين هذا يري حضور مجموعة من الشخصيات السني زي إسبانيا ورسع على مستوى أوروبا من بينهم هذا يري الصحافي لابي فهمي ثم لجنة مدريد سيخ فنس يقل لي قاني على هامش اللي قاني الأوروبي غيرين هان 28 داخل البرلمان نفسه غاصن ديني نثني بالتنسيق إقل الفريق بوديموس باعتبار ربدا غاصنا كيسن تواصل دراري الشباب النخن اللجنة الدعم دي مدريد إيك بوديموس إيرا غاصن علاقات ونتذكر عاد نتعقر خلي قاني ريوقع نقير وقت إني في إطار التنسيقية الأوروبية ذي البرلمان الأوروبي إيرا يجيك بوديموس ومن طبيعة الحال التنسيق كيف مثلا في مدريد على كل حال دراري مدريد إيث مثلا اللجنة مدريد بمشاركة مجموعة من الفعاليات الحراكية جروبا بما فيها منتدى بخل اللجنة دي فان زي فرانكفورت أتري حاضرة ذي لقاء تواصلي إيق الفريق البرلماني إيق الفريق بوديموس للبرلمان الأوروبي ودائما الرسالة متكاملة إيق الرسالة النظام إيق الفرق البرلماني النظام هو أنه أنجج نضال في أفق الترافع السياسي خل قضية نعرف قضية الحراك الشعبي الريفي ذوا إيراخ فين السوار وميد نبذة
بالبدايه اريجا غا بعض الناس حلم مش داو مني خميران تغيما فقط امام المؤسسات بالعشرات لوخا غانخ لقاءات وغانخ جدول زمني مزدحم روزنامة مزدحمة لقاءات المنظمة المؤسسات إذا أنا يا إثمات شو إثمات إخسام أنا يا تنسجل ومن يا إخسام غذية وضي يا إثمات نخ وعلى كل حال شي قارس قمنايا فيني الأسئلة ما غاد فغن أي إثمات نخ زي السجن من طبيعة الحال بوجي ادفغن وجي بون ضمنيت لان واخا خمي ظهر كنت تحت غاوض بي يتقاك الواجب يتقاك الواجب باش ولكن وكي ضمن شي ادقن فيه عاود المحامي تطفك القضيه يدافع خاك يتقى القانون وكي ضمن شي البراءه لان توقف ما لينيخ مجموعه من الامور ولكن شي نانق الواجب لنا انا بدي كيف مثلا انطفقي القسم لنا لان هو الواجب اصلا صافي خمي غنيري الواجب خمي غاتف نستورخ الواجب غاتف نستورخ الواجب وبالتاكيد منايا يتشكال سجل الحرج ضام قراني المخزن الجبان اكيد اكيد انه يتشكال لان امخننا منايا نقوى في اتجاه انصوض اد نصوفه قرارات صغار قد المؤسسات اد نصوفه قرارات واضحة أوامر نخ بلاغات نخ قذيني أصلا روخ غانا في تقارير المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان Human Rights Watch إلى غانا ذيني أمنيستي انترناسيونال غانا روخ المجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة من المسرايين قالت ذيني يجب أن نسجل على ذكر مجلس حقوق الإنسان أعتقد أقذيني عاود يجي الحدث نهار 24 ذي اثنين يعني قبل 28 ذيني جن اللقاء في جنيف يحدث على ما أعتقد إجن تورت ذي 5 سنين يتم تقديم تقارير نينث حول الدول ومدى احترامها للعهد الدولي لحقوق الإنسان إذا هذه أتي لديج المحطة مهمة ذي الحلايا نتحذجها يا إثماثنا خنيخ نتحذجها لكفاءتنا إغا غيري وأكيد قذيني يا إثماثنا إجا نخدم نهاني ويعدي شي أميا وها وإنما أذي تسجل أذي يوجد التقرير خل حراك الريفي ذي الخروقات المخزنية سكور شي أطاود دي اليومي ذي النهاراوة ذي أضوضنت غا الأمم المتحدة ذي جنيف أتري ذي جن الفرصة عاود تني كقناة دبلوماسية في إطار حقوقي أنه نضغط في إطار قانوني دائما وفي إطار الانضباط للمبادئ الحراك الشعبي المبارك جن السلمية أمو خننا نشين السلمية نتفهميت ذا جروبا أنه أن تشتغل في إطار ما يسمح به القانون الدولي في إطار المعاهدات وفي إطار احترام كامل للقوانين المحلية والدولية وفي انسجام كامل عاوذ أقان خبري ذي جن إقبونا صاد وجلول المجاوي ذي ثمثنخ ذي جن ذي سجون العار أقان تقدم التضحيات والتضحيات النعم شنقى دائما وجبون تلشاريت دائما باش يتسمى أنرو باش يتسمى انحزن لا نشي نسني الا العز ذا الكرامه توين فنتي دارتي ستخص التضحيات اذا السجن النيف مني تكن خايف مثلا التضحيات من المجد سمانا اني غيك تصنع بنادم التاريخ وتجيبو بلا بلا اذا وجبون تخميد نكا امني ماشي باش نرو باش نسرو يا ويا بالعكس باش نسنكا اروح النضال اروح الصمود دكايويا اذا ما ناخذ زيا نزير حبس نشين اكيس نزيا سانيتا وسخذ هذه دق التليفون سامح ما يثما نهنا زيا سنين شين نزيا سي يثما اذا ني غمر المحطه ني جنيف من طبيعه الحال وتسفريت ان شاء الله احرار ناريف اقاذين الاحرار اي صيوضن ثابرات في ذلك اليوم اتسجل نعاود ننا بان اقاذيني بالنسبه اللي جا نعاود نقله نوعيه يجن النوع نرخذ مث النغنيت مستوى النغنيت دائما اك التواصل اك المؤسسات
ننا الأنشطة غير جنيث مثلا نخذي البرلمان الأوروبي غنغذيني عاوذ أيث مثلا نخذي لجنة متابعة ملف محسن فكري في بروكسل عاوذ في نفس ماشي نفس الشكل ولكن في يوم أو يومين بعد لقاء 28 غاصن لقاء عاوذ تواصلي نفس الفريق البرلماني ذي البرلمان الأوروبي وبتشارك أعتقد كيف مثلا تكتل اللي جا سامح ما يفهم تكتل اللي جن على مستوى بلجيكا دائما في إطار الوحدة والتضامن للعمل المنسق باش هاد الصيوغن يجي نتبرات وهذا يجي العمل مهم أي ما ناخذ فيدرالية فرنسا أمش لنا قال السجاد برنامج طويل وعريض ليس مجموعة من الأنشطة في مختلف المدن الفرنسية سواء إيك الجماهير الشعبية سواء إيك المؤسسات أي مثلا من طبيعة الحال دي بلباو غاسن برنامج البلديات كذا عاد قانقوان دي نفس الاتجاه أي مثلا نخذي أوسلو ستوكهولم أقان خدمن كاتالونيا خيرونا برشلونة كورشي أقان خدمن كورشي تقل مجهود ستراسبورغ دوسلدورف فرانكفورت مرة غانا المشاريع عندنا مرة غانا برامج العمل مرة غانا نقوى إذن يا إثما وانت تشام أنا ياس كورشي إخسا غاث نسجل أثن الصيوضي يا إثما تنخذي عريف أثن الصيوضي ويا ويا ذانيتا أقاذيني الخدمة أقاذيني التضحية تقنث انت إثما ثنو أقاذيني انت الواجب نازو الزخم الجماهيري أذيري غامقرا الزخم من ناحية رخاخهم زيارو إرا جيجن المرحلة نوض إرا انتق المسيرة تتم قرانين ولكن إرا عاد ونوذف شي غال المؤسسات رخا نوذف غال المؤسسات إيقا أخ مش غريب ذا إخسا دي نقص شوية الزخم الجماهير ذا غا يايث ماذ سويث ما إخسا أنيري مرا أنيري أنقل واجب أنقل واجب والجميع دوم دغاني خنظم أنقل واجب إخسا أذيك ثا الشعب إخسر أمشن لنا الشعب الداخل مهم أن سمونينا غان الشوارع غان أشكال جماهيرية شعبية وغان أنشطة ذي المؤسسات غان آخر تض الوصفة غان خروخة أحسن وصفة وذين من غني النهارد إذن أي مثلا خني أمش لنا اللي جان خدمن نسيتي مية أي مثلا خيك جان ذين يقول سنغاوي ويا دائما أمش لنا ذي الإطار من الرسالة إذن فرصة زي فرانكفورت نتدعى اللي جان هذا نجمع عندني ويا ويا يين يقول سنغاوي ويا على المستوى المحلي باش أنا وض أن السجد المستوى القاري يجن روخا قنسن يقعد غنغج مؤتمر ماشي من المؤتمرات العادية يجن الحدث هذي عاود تاريخي هذي توسجل التاريخي يتنازو على الأقل نشتين دي حاري نعرف نازو تذيري ديج المستقبل ودائما طبيعة الحال مفتوح يريفين سكورشي ودائما بنفس الروح يريد جان دي لقاء فرانكفورت ما هو وضوض شيء برات فرانكفورت يربع عني يثما ثنخ سوي ثما ثنخ روخة قد تني نفس الرسالة مفتوحة أكثر الكل مدعو كل شيء ما أحبابه في إطار الاحترام المتبادل في إطار أنقمي قوية ويا أنقمي قوية ويا ننظم أمش لنا ذو التسوث ما لا تخسر شين الشعب هذيك شين حاجة غزة يخسر ذي قمي قوية وذي جمعي قوية ويا هذا استورني قوية ويا باش هذي راحن وجيبو يجي يجبد غشاق يجي يجبد غرغاب مع كامل الاحترام الشي نقى دائما بان اي تنظيم نخ اي تجمع نخ اي ناس دائما ماشي ضروري نتقق في مواجهه شخص نخ في مواجهه شخص لا في مواجهه جهه او تيار نخ لا المساله بعيده كل البعد كلشي وني اكتوران غاس رؤيه نخ غاس طريق نخ ناس اللي تفضل بكل فرح وسرور ولكن الاهم هو ان زوج مزوارو كل شيء مفتوح هي ثم ثنخ نازو في جن اللقاء اديري مؤتمر كبير اللي يحضر مؤتمرين زي كل امكان ادياس النوجدان ما راغان التصور التنظيمي ذي الاطار هو غاري او غاري الشا دابي شويه نجدي العاود وجبو جديد دير حق لان منشور نشي نرانسي ورد خاص دي دقينا دي المجموعة العامة اللي دي فغن زي اللقاء في فرانكفورت قاغان ذيني البرنامج العمل نقاد ديني مجموعة المصريين من بينها النظم نقاش الفعاليات الحراكية على مستوى أوروبا
حول التصور التنظيمي استعدادا باش اللقاء ديكوان اديري دي باريس في غالب الاحياء غالب الظن، لان وينيك جاند المقترح الوحيد لدي فرنزي فرانكفورت وحتى ليومنا هذا. اذا يوني لنا بان نشي كمجموعه في فرانكفورت غنخ من بين المهمه نخ انك التحضير ينث انك تحضير اللقاء هو وذي منايا نتفق نشينديني بعد 28 كلجنة منبثقة فرانكفورت انك مجموعة من اللقاءات التشاورية على مستوى اوروبا ثكمر ان راح غا بلجيك بروكسل وانتفابن هولندا وتريخت مهم مجموعة من نراح اسبانيا انك بهدف انك لقاءات ايقل لجان ايقل فعاليات في اطار ان سيور خ تصورات النخ التنظيميه اد نجبد الدواسه النخ كلشي قبل اللقاء ان باريس باش خمي غنوضيني اطف التصورات كلشي ظهرت كلشي واضح وتجيبو ان راح ديني اخمي عاد نهوى زوجنا وانما راح نوجد الكاليجان كفعاليات كنشطاء كجماهير شعبيه واعيه انه ان راح غا تصور واضح بان في باري في فرانكفورت نقا يجمو بريد في باري نتكم مرخص او اري باريس اكيد محط النظم ودائما الافق هو اننا اناوض ان اسس يجن التجربه التنظيميه لاول مره بروح حراكيه منايا ذرعي منايا يثما انقث يجن تجربه رائعه ستسجل لنا اتقيم في التاريخ ربدا انتاجت ما يمنش لسنا في مستوى الحلم نق اطار تنظيمي ريفي مفتوح على الجميع والجمع العام هذا يصير نشمسنا 3000 4000 جمع ما يدنش مش حامل جمع عند مليح. على كل حال الهدف دائما مش لنا هو تاسيس جن التجربه التنظيم اخص نشتغل ذي المستقبل خدني انسي ورجع رانا مخسرانك روها قامو خننا اورقه لا صوت يعلو على صوت الحراك الشعبي المبارك لا خلاف عليها ذي المرحله يا. ولكن المستقبل مفتوح ماشي تنتهى روخا ام ماشي جان شي نساور النضالات الشعب الناخذ تراكمات النسب ذنتي مش حاز بقامي روخا وضنتي دغال المرحلة يوم قاروخا الحراك الشعبي المبارك هذا سنت مراحل نظن شي دائما نوزوع النخ باش نازو الحريه ذي الكرامه ذي العداله وتبدي إذن نش ليكون في علمكم يا ما قوى تاريخ شفيني في التعليقات لان مهم افضل لي ولكم انت كاملين باش اسو خثوره اني غاوما يفما باش اسو خثبرتينو بالنسبه للمجموعه العمل غنخ مجموعه من اللقاءات اذبذنت ان شاء الله مباشره بعد اللقاء 28 اديري الهدف النس هو فتح نقاش حول المؤتمر ايديغوان ينازو اديري ديجن التجربه الطمقرانت في المسار النخ النضالي ضد التنظيمي باش ندافع خل قضايا النخ امش نقا دائما خل قضايا النخ كحراكيين ذي المرحله ياثا وثم كمهجرين لدينا حقوق كجماعات اثنيه وثقافيه داخل بلداننا منين تعيش ذا منين تعيش وفي علاقتنا يق العلاقه النخ يق مخزن عفان يق ثمواث النخ يق اهل النخ خانخ مجموعه من المسؤوليات وغانخ مجموعه من الحقوق مكتسبه وفي اطار الحقوق المكتسبه اي ثم الزخات شي رغيج النقطه التابه وهي انه غانخ حقوق مكتسبه مثلا تقديم الدعم اي ثم اخي حذا جنروخ يخي يحتاج نروح مباشرة لعفة العظم قوس يخي يحتاج مساعدة عينية ومساعدة مباشرة عزون شوي نطن عاشين باش تفن ركار باش تفن ثين ثينيني باش راح نغوض بيه باش تسين ثينا غنغننا التجربة العوضة التجربة نثومة النغ نيف مثل نخذي وتريخت صور شتيختين انتفيك لونس الريف اتنعاون يا فما بما استطعنا كوري جن زينه خافيوش
خمسة أورو 10 أورو، وإنك زعما نتيكا شهريا نيخ ثا مهمة، وراذي جماسيني من غاتك 5 أورو ينو، وراذي جماسيني من غانك 10 أورو ينو. إخ شاخا نعاون إثما، لأن شزريخ مباشرة إثما نختطفن المبالغ ني سروسا ثنتي الحساب البنكي العائلة ثني إغاس المسجلين غاسن صندوق غاسن رقم حساب ذي البريد ترا حسن منيني شهريا تحن كسين دل البركة ني استنفع عن الزيسن. مؤخرا روح نثاون مجموعة من المعتقلين نظم الناس نايف مثنى الزيارة راح نزرين الوالدين سن ذي عكاشة. إذا ثا ضرورة يثما أنعاون ثايف مثنى خذي الجمعية ني، وفي نفس الوقت نتشجع في مثل هذه المواقع النغنيت هذا راح ندي الاتجاه هو، لان الدعم هو ضروري بالاضافه الى الدعم انقاء نشين الشفيف غزه، بالاضافه الى اننا نشتغل في اطار الحراك الشعبي المبارك ونازون الضغط خل المخزن اتنساس امام المسؤوليه امام المنتظم الدولي. ثا مسألة واضحة في إطار السلمية على مستوى أوروبا، وفي نفس الوقت مسألة مهمة يثما، والتغين إننا لا يتحكم فيها لا قوة مخزنية ولا تشي حاجة من أن أذيري زي الثمار حركات الشعبية تريمني أن نجمع أحسن حاجة نجمع مش حاسب قميرا نوضادا يوسيد الحراك الشعبي يجمعنا عام ونص باش وانت فارق باش وانت مصوض يشيق المستقبل ذي من دي قوان يخسخ نجيج نحاجة تخجمع نيخان قطاس نرحويج اخجمع انت، ولكن يشتن مش حماد جمع ذي سطاس انت تتبح. إذا انت الفكرة أنقذ أنجمع ثايا ويا أن أن أنقيم في قوايا ويا أنكس الطريقة أني نكوريج نجب ذا غيرين أنقيم قوايا ويا نصنطي ويا ويا أقاليني مجموعة من الأفكار أقاليني روخا مخننا. بالنسبة للقاء فرانكفورت إيران قاريتي دي إيث ما تنقص كورشي قارسنا إيث ما التوث فران التوث فرتلان التوث بيقذان قاقا غاكم ذين في وريقين غامثن تجاوبهم مالا غاكم ذين يشين الإضافة عاد وسجر شي أزري مار أزري غامي الانتقادات أدقيت تليفون خلال قس تليفون إليلة غان غ سامح ما يثما غان غطس للانتقادات، ولكن ونسد شي الفكره تسمى وشي ناض البديل نخشى ان شي غان مجموعه وذاني دي نجمعن امش نقل الاغلبيه المطلقه اغلبيه الساحقه من اللجان الاوروبيه راني تقريبا نشطاء من اللجان حتى فو ذي قان شرع عندهم تنور انتم عالقين مني لا قوة دوسيد شي اللجان النشطاء وسين زي مجموعة من المواقع تفوقوا 24-25 موقع إلى الجنزة والأفكار نيت تيني مخفي السوارني وذان سكورشي. على كل حال اني غاكم الفكرة هو أنه غانظيني برنامج ذي مجموعة من الأفكار مجموعة من النقاط ونشريه شاغي في مثلا خي غير كنكريتيكي شي نقطة نخا تدعذران نخا أغداني نشي الفكرة. إذا مجموعة المنبثقة على لقاء فرانكفورت أتبدا لقاء التواصلية، وغالبا اللقاء أمشي للنذير في باريس في نواحي أبريل بداية ماي أواخر أبريل ماي. على كل حال في نواحي نتفايف مثلا الفيدرالية الفرنسية جن ذاتي أتسهر التنظيم وبالتنسيق دائما نغوم، لأن العمل متواصل العمل ذي جن خريطة الطريق ذي شتن نازو أنا وذي غايج نوبري. بالنسبة في مسرائي النايتي ثم غاربين يتصن النقاط وز مارشا ديني كورشي مهم قادين برنامج مزدحم فعلا مجموعة من الأنشطة حراكية لن تتوقف وتجيبو أتبد بروكسل وش صافي لا أواري بروكسل أدا سنت أنشطة نظن أقادين عمل جبار إخسخ وأنتو إلى أتشويشني إلا مخدوم أتشويشني زغال الجيش الإلكتروني بعض يوذن وفيه من شي من تقنت عيان وها والسينشي عاود رديني إخسا وخخ وصنوفانشا الحقيقة إجان أقذيني الشغرت قنثي ثماثنخ في صمت أقثي إقوى غزة سويني أمشننا خمزوارو رنجاذي الشوارع وها روخا قانخ إخسا خانيري غادا خرج الشوارع أنسمو ثيويا غريضة فعلا مجموعة من البرامج نغم ديشان مثلا مارس 17 مارس مهم جدا
ديني بالإضافة إلى الندوة غيرين ديال الاتحاد ذي المقر البرلمان الأوروبي غير إذا يسمو ممثلي المعتقلين العائلة المعتقلين هذا يصير مجموعة من يوذان ذي الفراق البرلمانية هذا ينتهي الندوة غبارة هذا يصير مجموعة من الشخصيات لأني أعتقد مهم يجي الأستاذ هذا قيم مجموعة من الشخصيات ولكن قاين يجي أستاذة معروفة يجي سوسيولوجي يجي عالمة اجتماع ديني ذي الجامعة ذي ستراسبورغ تعرفشت أما الماركة نازو ثم مرة قاربن دغانخ ديني أديري عزي حمادة تيري خاتشي زولي خا إن شاء الله مرة قان مليح إن شاء الله ذي صح تنصن إذن ديني خاربية يثما والحراك مستمر أمشننا وجو وثغيس بالدن مين غانا الماني تيثما قيرا غاشي نحاجف قضغت التو نتمنى أن تكونوا صادقين إن شاء الله ستجدون من الصادقين ثومتين إن شاء الله ستجدون من الصادقين يا سامح ما يثما قني غوم غاري يطسن نتنقذين يا على كل حال يثما دائما تني في نفس الإطار والتخشي ضبي منايا من الزخ ذي نيخ ثابرات أتنصي وضي يثما ثنخ سوي ثما ثنخ سامح ما يثما وازم خشا باش النقاش لان ازوخ السيود ختي براثينا غاري اقيد ابي السيود ختنتيت سيتي مخ اتوضع عاود اضوض نتغاي في مانخ الحراك مستمر وجوت غايس بدن سيتي ميث مانخ اتفهمن يني عاد وي فهمن شال فكره اتفهمن بان المساله جديه وتجيبو ذري عياث وثم باننا اقانا ديال الحراك الشعبي اقانا ديال الحراك الشعبي يثما وغانرشيو المشاكل ديال الطيارات وغانرشيو المشاكل ديال الطاس قنايد نيخ قان قا مشاكل ديال التيار الجمهوري نيخ التيار اليساري نيخ التيار الامازيغي ديال الحراك الشعبي كلشي ديال الجن ديال الريف كلشي ديال الجن ونيك تصاور الديمقراطيه يصاور هنا نش غاري شخصيا غاري كلشي ديال الجن وايبو الفرق جاو جمهوري وذو يساري ذا ذينا مرايني سنغا قان الى جانب المقهورين ما اقان من اجل التغيير اقان غريضه وما فهمت وتجيبوا الصراع انه اكتيار نخيق اك توجه معين لا غانغ نشين اك غانغ المشاكل بالاحرى اك المشوشين اك ينوسين شمين تقان اك يني اك استخدام الحراك الشعبي مطيه لاجندات اخرى من معنى وجوا حقق زيتيا الجمهوريين لا لا زيتيا الجمهوريين زيتيا الامازيغيين زيتيا اليساريين زيتيا اليميني زيون كل الاطراف مرفوض التدخل ادخال اجندة غير حراكية ذو ذا المبدا الناشين بدون استعمال تلك الكلمات انازو اند نيكس حمات فوت التوخشة وفي اطار الرقي نازو ان مجموع عند مسرايين ان تنسحب نش اعيدكم يا ما استسمح بعد قبل ما بالعخ مرة غلطخ دائما كعادتي قيخت نهاني اسعى وخروخة نش مرة غلطخ طلب سماح زكيف ما سكوش ولكن دائما اؤكد بانني روخ الداحخ والداحخ صادق قاعدتي تسول يخسن بانني وجوزخ رجيج نحاجث وضرم حد وضرم غراذي الجن يني ذا يضرمن شو خاصن السويرة ولكن نش شخصيا وضرم راذي الجن مرا وجه الكلامينو إشيني الجن يسنيخ في النسن تال الوحيد نش ووجه بول كلام إشيني الجن وكل شي ذو مثلا ونشين دائما ذو من نيخ نش وذي التارة من خبقع نش ذي جن بنادم أي كيعذو المهم هو ذا عرف هو أنه ذي المرحلة يثا يخسخاني ريذي الساحة نهان 28 نخسري يوم تاريخي ذي بارا غاذخر نتجاوز كلشي في مسرعي النظام ونهار 14 كذلك وقبر جميع مرة من توقيع لدعم الحراك الشعبي في أي مكان نشين قرص ما أحبابيك إخسخ أثن دعم غزة ويجيب وراذيج وانت من غيك حد وني دغينين غاس شين نشط
حراكي نقرص الله يعاون انت دعامث. مسألة واضحة باش اتشهدم اي اثما اسو اثما اتزام ما سيديتك منايني اتزام الا منايني يتكد زغاجن الفئة النية خبيثة وغالبا اسماء مستعارة في الواقع لا وجود لهم. في مواد انزان هان 28 ادسنت احداث كبرى ونتويرقع ونتزارضي وذني، ولكن اتصل على فيسبوك ان توري الدنيا تقنديني تقنديني توجويجن ديني تبلبلن، ولكن دي الواقع دي الميدان وتزارض حد. ولهذا فبرات واضحة يا إثما شين ذو مثلا وغانغبو المشكلة رايقيجن التيار وراقيجن التوجه وراقيجن حاجث غانغ الحراك الشعبي ذي المرحلة يا لا صوت يعلو على صوته وخارجه مكوريجن ثومة نغ أقفي خدم الشارنس. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم قاع هذا قضيني مجموعة نيوذان اخاكم كضيني سكورشي من بعدك نيو فاضل افراض وجي ميزي صغنق دقني الاسئلة المخزنية الغبية عاود كذلك اي ايثما سو ايثما يسامحهم السيتي مغ ان مسا قاع لي شان الوقت ذا سبحان يجمو يوز ذا مقران يكنيو ذكني سكورشي ذوم سامح ما يمرا تجاوز ختيشان حاشث. تحياتي ولا صوت يعلو على صوت الحراك الشعبي المبارك.